للحديث أكثر حول تصريحات فاغولي يلتحق بنا عبر الهاتف الإعلامي الأخضر بريش. مساء الخير. مساء النور حكيم. أهلا وسهلا. سمعت ما جاء في الخبر الأول، سفيان فاغولي تراجع عن تصريحات الأولى وقال بكل يعني مباشرة بأن خيار المدرب السابق ميلوفان رايفيتس كان خاطئا من الفاف. كبداية قال بأنه تدخل رفقة اللاعبين من أجل توقيف هذا المدرب من بعد مواجهة الكاميرون. كيف ترى هذا التصريح؟ والله صراحة لا ندري من نصدق، رئيس الاتحاد يقول بأن ليس اللاعبون هم الذين ضغطوا عليه لكي يقيل المدرب، الآن فاغولي يقول نحن الذين ضغطنا ونحن الذين كنا نريد أن نغير المدرب. إذا كارثة أن يصبح اللاعبون هم الذين يقررون مصير المدرب. بعدين يقول بأنه المدرب لا يعرف اللاعبين، لا يعرف أرقامهم ولا أسماءهم، لأنه المدرب جديد. من جاء بهذا المدرب؟ المدرب كان يحتاج إلى مساندة، إلى مساعدة، إلى توجيه، إلى انتظار. لو كان محترفا لكان قبل أن يكون على كرسي الاحتياط. هو أول من قاد طبعا عصيان اللاعبين في غرف الملابس. فاغولي جلس سنة ونصف مع فالنسيا على كرسي الاحتياط، لم يحرك ساكنا مع ويسهام، لا يلعب الآن. لكن لماذا هؤلاء الآن يريدون أن يكونوا أكثر وأكبر من الجزائر وأكبر من هذا المنتخب وأكثر من هذا البلد؟ نسوا بأن البلد أيضا لديه عادات وتاريخ ونتائج ولاعبين ونجوم. مشكل الآن يجب أن يهدأ هؤلاء اللاعبون وأن يعرفوا بأن الجزائر هي التي صنعتهم وأصبحوا نجوم بفضل المنتخب الجزائري. نعم، البعض يقول الأخضر بريش بأنه من ربما من المنطقي أو من الطبيعي أن يتدخل لاعبين في منتخب لما يشوفوا بأن المنتخب رايح في جهة غير الجهة الصحيحة، لأنه أمام الكاميرون الكل شاهد المستوى الباهت للمجموعة، الكل شاهد بأنه المدرب هذا لا يتواصل مع اللاعبين، وبالتالي كان من الأفضل أن يتدخل لاعبين لنقل انشغالاتهم حتى يكونوا أكثر راحة، والهدف في النهاية هو المونديال. يعني يقول لك أمر طبيعي أن يتدخل اللاعبين لدى رئيس الفاف للحديث حول هذا المدرب، ما رأيك؟ لكن رئيس الاتحاد قال بأن اللاعبين لم يتدخلوا. لكن شاهدنا إبراهيمي عندما دخل، ماذا فعل إبراهيمي؟ إبراهيمي لم يكن يستطيع أن يركض، أن يستلم، أن يروض كرة. يعني إبراهيمي يريد أن يلعب أساسي، وفاغولي يريد أن يلعب أساسي. المشكل أنهم لم يكونوا أساسيين، ليس حبا في المنتخب الجزائري أو تفكيرا في ما ستؤول إليه النتيجة. أنهم كانوا يرفضون المدرب، لأن المدرب، أنا شخصيا أعتقد بأن المدرب كان شجاعا، وأن المدرب لديه تقاليد ولم يشرك اللاعبين غير الجاهزين. وهذا من حق المدرب، ليس اللاعب الذي يفرض نفسه على المدرب. ولكن هذا الأمر، عفوا الأخضر بريش على المقاطعة، هذا الأمر يبدو منطقيا، لأنه لو لم يكونوا يحبوا الجزائر لما تدخلوا بهذه الصورة، وإلا كانوا يبحثوا عن مصالحهم الشخصية لما تدخلوا. المهم أنه يفوزوا أو ما يفوزوش، المهم أنهم يتلقون يعني منح من المنتخب. لكن حبهم للجزائر ربما هو اللي خلاهم، هو اللي دفعهم باش يتدخلوا بهذا الأمر بهذه الطريقة لتنحية المدرب. حبه في الجزائر هو أن يحترموا المدرب، وأنهم لم يكونوا يلعبون مع أنديتهم، فمن حق المدرب أن يضعهم على كرسي الاحتياط. يعني الآن المشكل أنه هم كانوا يفكرون أكثر في اللاعب، لأن اللاعب ماذا يعني اللاعب؟ ليس من أجل الجزائر، لأنه عندما يلعب في المنتخب يظن بأنه سيفرض نفسه في النادي. عندما كان في فالنسيا لا يلعب لم يقل شيئا، لكن عندما يلعب في المنتخب يمكن يفرض نفسه في وستهام، يقول انا لعبت في تصفيات كاس العالم، لعبت ضد الكاميرون. يعني يريد ان يحقق مكان اساسي في النادي من خلال المشاركه مع المنتخب، وهذا عيب كبير. يعني حتى فاغولي، يعني لم اكن اتوقع من هذا اللاعب الكبير والمميز والنجم ان يتصرف، كان المفروض يكون قدوه لي. بعدين هذا مدرب جديد، هم قالوا جديد، لا يعرف اللاعبين، لا يعرف الاسماء، لا يعرف الارقام، المفروض يسدون بيده، يساعدوه هؤلاء الكبار النجوم. لكن الآن فاغولي حتى تصريحه الأخير يعني يثبت بأن هناك أشياء كان يخفيها على الجمهور الجزائري، أنه قال بأنه يعني مشكل، هذا مشكل أنه لاعب في هذا المستوى، يقول بأن جيلنا أفضل من جيل الثمانينات، نحن الأفضل. من أنت؟ يعني أنت ماجر، من أنت؟ أنت بلومي، يعني أنت عصاف، من فاغولي أمام هؤلاء النجوم الكبار؟ نعم، ولكن يعني قل, 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 قل,
جميل. لا عفوا على المقطعة، لا ترى بأن كل جيل وجيل، وجيل ماجير وبلومي وعصار، ثم جيل زياني وعنتر يحيى وبوقرة، هذا الجيل من حقه أن يتحدث، لأنه مدام لا ندافع عن أي جيل، ولكن هذا الجيل أيضا جيل محرز، جيل فغولي، وجيل جيل مميز، من حقه أليس كذلك؟ من حقه أن يتحدث، لكن ليس من حقه أن يحكم على أنه الأفضل. لأن أنا بالنسبة للأفضل هو منتخب التحرير الوطني، ثم أيضا منتخب الثمانينات. بالنسبة لي أنا كإعلامي ممكن أن أقيم وأقول من الأفضل، لكن هو لاعب ممكن أن يقول بأن جيلنا كبير قوي، جيلنا شارك في كأس العالم، لكن لا ينسى بأن في 2014 أيضا كان هناك 5 لاعبين ليسوا من الصناعة الأجنبية، من أوروبا. 2010 شاركنا في كأس العالم أيضا، أكثر من نصف المنتخب كان أيضا من المحليين. يعني هو قال بأنه جيلهم هو الأفضل، نعم، والبقية يجب أن يسكتوا. وهو مسكين يعني صغير، لا يعرف تاريخ الكرة الجزائرية. باختلاف الأجيال وباختلاف طبعا كل جيل وجيله، ألا ترى أن ليس من حق البعض أن يشكك في وطنية لاعبين في منتخب يتقمصون، سواء جاء بهم بدفع المال من الاتحادية أو لا؟ المهم أنهم يتقمصون ألوان المنتخب الوطني اسمه الجزائر. لكن هذا ممكن أن نسميه محاولة الهروب من الواقع. نحن لم نشكك أبدا، ولا أتوقع بأن جزائري ممكن أن يشكك في جنسية وحب وولاء جزائري آخر لهذا الوطن العزيز. هذا مشكل مفتعل. المشكل الحقيقي هو أن هؤلاء الناس يجب أن يحترموا الجيل السابق، لأن نحن إعلاميين مثلا يجب أن نحترم الإعلاميين الذين سبقونا، الذين علمونا المهنة. لا نقول نحن الأفضل، ليس لأني أنا أشتغل في بين سبورت أقول أنا الأفضل، يعني أنا أول جزائري سافر إلى الخارج واشتغل في الـ NBC، أنا أفضل إعلامي. هناك ملايين إعلاميين في الجزائر لم يحظوا بفرصة، لكن في الأخير يجب أن نحترم الأجيال السابقة. سر النجاح هو أن نحترم الذين علمونا أيضا المهنة، لا أن نأتي من عشية وضوحة ونقول نحن الأفضل. فغولي أخطأ خطأ فادح، يجب أن يعتذر للجيل السابق، الأجيال السابقة. ونحن نعرف أنه ربما زلت لسان، ربما خطأ، لكن يجب أن يعرف بأن الجزائر كبيرة عليه، المنتخب الجزائري كبير على أي نجم، حتى النجوم الثمانينات الجزائر أكبر منهم، الجزائر الذي صنعتهم، ربما الإمكانيات لم تكن موجودة في ذاك الوقت. أنا أتصور أن الإمكانيات هذه متوفرة لهذا الجيل، كانت متوفرة لجيل الثمانينات لعبنا نهائي كأس العالم. ولكن كل جيل وجيله يا الخضر يا بريش، كل جيل وجيله، حتى هذا الجيل أعطى، كل جيل وجيله، حتى هذا الجيل أعطى للمنتخب وتأهل معه المنتخب إلى الدورة الثانية يعني. لكن هذا الجيل وفرت له إمكانيات كبيرة. الجيل السابق المسكين كان ممكن يأكل ساندويش ويلعب مباراة أمام الكاميرون غانا، وكان يشارك في التصفيات ويذهب بعيدا. الطائرة التي كانت تقل الجيل الثمانينات كانت تذهب إلى 4 عواصم قبل أن تصل إلى نيجيريا. الآن هناك طائرات خاصة، هناك إمكانيات، هناك أموال، هناك دعاية، يعني يختلف كثيرا هذا الجيل عن الجيل الماضي. لكن يجب أن نحترم كل جيل، نحن نحترم هذا الجيل، لكن هم يجب أن يحترموا الأجيال السابقة. جميل. حتى أختم معك طبعا بسؤال أخير حول هوية المدرب. الكثير يتحدث عن المدرب البلجيكي ويلموتس الذي ينتظر عرضا من فورسبورغ الألماني، كانت هناك أسماء فرنسية، كيف ترى هذا الخبر؟ والله يعني احنا يعني أصبحنا مثل التجار. يعني أنت إذا تقدم 80,000 دولار للمدرب في الشهر تحصل على مدرب متواضع. إذا تدفع أنت 300,000 أو 400,000 يورو في الشهر لمدرب، طبعا هنا يمكن أن تستخدم مدرب كبير. بيلموتس هو مدرب كبير مقارنة على الأقل بغوركيف، ببيرا، أيضا بكثير من الأسماء الفرنسية التي كانت مطروحة، والتي أنا شخصيا أني لا أرى فيها المنقذ للكرة الجزائرية. لا أرى أن بيرا أو لغوان الذي كان في سلطنة عمان ممكن أن يقود المنتخب الجزائري بنجوبه، ممكن أن يسيطر عليه فغولي والمجموعة. لكن أنا أرى بأن فيلموتس لاعب كرة عنده شخصية قوية، قاد المنتخب البلجيكي، لكن عيبه الوحيد هو أنه أيضا المدرب الذي لا يستطيع أن يوظف اللاعبين النجوم. بلجيكا كانت تضم أفضل النجوم لاعبين في مان سيتي، في تشيلسي، لكن لم يذهب بعيدا، رغم أنه كان مرشح فوق العادة للذهاب بعيدا في اليورو، لكن بلجيكا خرجت من الباب الضيق. الأخضر بريش الإعلامي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
شكرا. مصادر عليمة لتلفزيون النهار كشفت أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ينتظر رد التقني البلجيكي ويلموت للإشراف على الخضر بعدما التقى الرجلان سهرة أمس. قدم روروا عقدا من 3 سنوات مقابل راتب مغري، كما عرض أهداف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة. وطلب ويلموت مهلة للتفكير، في حين أضافت ذات المصادر أن ويلموت ينتظر عرضا من نادي فورسبورغ الألمانية.